بتاعكم عبر صفحتنا، نقراهم وناخذوا ونوسعوا بالنا فيهم ونحاولوا نصلحوا اي حاجه غلطنا فيها، ومعاكم وبيكم نقدموا دايوغ. شكرا على الاستماع، شكرا على الثقه. نحكيو مواصلين على الاسوسياسيون، مواصلين على الجمعيات اللي تخدم تحت الشابو كاسكيت كبيره في لافي اسوسياتيف، خاصه بما انه نحكيو زاد على الجورني مونديال تاع الديابيت اللي كنا حكينا عليها قبيله شويه. دونك دايوغ ضيفتنا بالتليفون معنا مدام استاذه سونيا نايفر، ودايوغ باش تحكينا على القافله الصحيه اللي صارت الجمعه هذه في تاكلسا، اللي كانت من تنظيم نادي ليونس كلوب وايضا ليو رينيسانس وجامعه محمود مهدي. مدام نايفر مرحبا بك على راديو ميت. عسلامة سي حافظ، شنو لك، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين على راديو ميت. شكرا لك لحضورك وتواجدك معنا، شكرا على تلبيه الدعوه الهاتفيه. جوستمون سكي باري لا بلوبار دي اسوسياسيون قاعدين متجندين المده الاخرى هذه بمناسبه الجورني مونديال تاع الديابيت، هذاك علاش بوتيتر انتم بيتكم مشيتوا في البيست هذه. اي ساعة اول حاجه نحب نشكرك انت اللي عطيتني الوقت هذا باش نجم ندخل على على راديو ميت حتى كان بالتليفون، دونك يعطيكم الصحه. افكتيفمون هو نوفمبر هو شهر الديابيت، وسورتو اليوم لو 14 اللي هو اليوم العالمي لمريض السكري. بالنسبه للنوادي ليونس كلوب كل عام لازم فما التظاهر على مريض السكري، واحنا ليونس كلوب تونس لا رينيسانس وولادنا ليو كلوب تونس لا رينيسانس بالتعاون مع جامعه محمود المعطي اللي انا فيها استاذه، مشينا اليوم هزينا ليزيتيديون باراميديكو ومشينا لتكلسة باش شفنا المتسكنين مع تمديد تكلسة وتعاونوا معنا برشا المسؤولين غاديكا باش عطاونا مركز الوسيط باش عملنا فيه برشا ورشات، ورشة تعقيم الأيدي، ورشة قياس السكري، ورشة قياس ضغط الدم، بسنا الطول والميزان للعباد، عطنا شوية نصائح غذائية، شوية نصائح رياضية، وعملنا زادة تقصي مرض سرطان الثدي. عملنا 79 حالة هما جاوا قايدوا وتعديوا بالورشات هذوما الكل. احنا مازلنا كده واحنا دونك محصره، ما نجمش نعطيك بالضبط قديش شفنا من حاله عندهم ضغط الدم وقديش شفنا من حاله عندهم بلكشي سكري. حاجه واحده نجم نقولها لك، اللي مالوغوزمون لقينا 3 كاس سوسبي بوتيتر كانسر دو سان، اللي قلنا لهم باش يرجعوا يعديوا في المركز الوسيط ولا يرجعوا للمستوصف ولا السبيتال غاديك باش يتاكدوا ان شاء الله بالليكو يطلع ما فما حتى شيء، ما نحبوش نخوفوهم. اما زاده انهم شويه يتقصاو، هذيك اهم حاجه باش ما يفليش فما حاجه اللي تخوف. سيغتانمون هذاك اللي حكينا عليه احنا زادا كيف كيف في اكتوبر غوز الكل، ونقول ونحكي ونواسي، وديما ديما كي ثما حاجه على بالك اللي ديما يكون خير. اكزاكتو، ان شاء الله بطفي عليهم. كنا اليوم قافله فيها 45 شخص بين لي ليو بين لي ستوديون نتاع جامعه محمود المعطي بمتعدد الاختصاصات، فما اخصائي التغذيه، فما علوم التمريض، فما التبنيش، فما الفيزيوثيرابي اللي هي حاسه لي كيني لي فيزيوثيرابيست العلاج العلاج الطبيعي صح، وفما زيد لي ساج فام اللي هما القوابل. دونك هذوما كل كانوا اليوم موجودين على ذمه متسكنين معتمدي التكلسة، وهذا الحقيقه نشكر برشا 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 والله ماهوش كلام راديو، نشكر برشا اي واحد ساهم في ان نكونوا نمشيو غاديكا ونشوفوا العباد هذوما، واولهم سيد وليد رئيس بلديه التكلسة حتى يعاوننا برشا وعاوننا برشا كيف الإدارة الجهوية للصحة بنابل، والمسؤول على مركز الوسيط، والكونتاكت نتاعنا اللي هو سي كريم عامر اللي خلينا هذه كل سهل هولنا باش نجموا احنا نمشيو ونعاونوا ونفيدوا العباد هذوما، وان شاء الله لي 3 كا اللي شفناهم ما يكونوش حاجه محترمه، مي كمان كانت هكاك فيقناهم باش يمشيو يشوفوا ويداويو بقدر ربي ما يلقاوش حاجه خايبه. Voilà, donc هذا ما يخفيش الحقيقة على الاسوسياسيون كيف كيف لاكورديناسيون اللي يقوم بها الكبيرة سي كريم عامر اللي هو الكوردون معناها خاصة في عين المكان. غادي بربي حبيت نسألك زادا مدام بالنسبة لكم انتوما اليوم، جيماجين حتى الأهالي والمتساكنين بتاكلسا هما بيدهم معناها سي كيلك شوز دو بلوس اليوم هما، وجيماجين راهم استقبلوكم وفرحانين انكم هكا طليتوا عليهم الكل، جيماجين ريتو شيء هذا حتى في ديجا احنا كنا مستناو فينا اللي هي حاجه احنا معناها حسيناها على خاطر هما جاوا من الصباح يستناو فينا وقالوا لنا فما برشا عباد روحت، اما احنا خرجنا من تونس في 8 ونص دونك ما نجموش نوصلوا قبل. مالوغوزمون احنا ديجا في الافيش حاطين العشره، ما فما عباد جات بكري وهذوك نتزاوي منهم باسمي
اي واحد مشى اليوم في القافله الصحيه على خاطر هما جاوا استناونا واحنا معناها ما خلطوش علينا مالوغوزمون، اما الاهالي كانوا ياسر متعاونين وحتى في النظام معناها ما تعبوناش، خاطر ماك تعرف مازلنا اليوم نعانيو في كوفيد، دونك لازمنا العباد بعاد على بعضها، ما لازمناش الناس كل مع بعضها، دونك هذيك علاش حاجه مهمه انها تكون العباد بعيده وتكون الدنيا منظمه باش ما ندخلوش بعضنا، باش حتى لي ستوديون والعباد اللي باش تخدم تخدم وتكون افيكاس، مش معناها جوست مشينا. حاجه اخرى في اليوم زيدا عطينا 3 جلوكوماس، دونك الات قياس السكري، عطيناهم للعباد اللي لقيناهم مرضى دون لو بوزوان، هما ما عندهمش معناها باش يمشيو ماكينه تصير يمشيو للفيلم دي كل مره والا للمستوصف ولا حاجه، دونك عطيناهم ماكينات وسيتي ان دون من ليونس كلوب اللي هو كلوب لا رونيسانس. هذه كل عام معناها عندنا مجيده نعملوها انه يكون فما ان دون دو جلوكومتر باش نعاونوا العباد باش تستحفظ على روحها وتتبع النظام نتاعها وتتبع السكر نتاعها، خاطر انه تتبعوا وتتلهي بيه وتنظف في ماكلتك وتتحرك برشا معناها معقول تتحرك، هذيك احسن حاجه نجم تعاون مريض السكري. وماذا بينا انه مرض السكري والا السرطان ما يكون جوست شهر ويمشي على روحه، ماذا بينا ساعه ساعه فما قافلات فما حاجات هكاك باش ما نقعدش نذكروا شهر في العام، على خاطر هذيا بريز اون شارج تدوم على طول العام وماهيش حاجه بونكتويل دون لو طون، مي ديما تزيد في اوقات معينه وديما باهي ونزيدوا نحسنوا ان شاء الله. هذا هو، يعطيكم الصحة، شكرا لك على تدخلك معنا مدام سونيا. من بين الأشياء اليوم كما قاعدين تراو لي كلوب قاعدين سور تيران ناشطين برشا الحقيقة، اليوم لي اسوسياسيون قاعدين يخدموا على بلوزيور فولي، وبما أنه بوتيتر دوبوي ظاهرة الكوفيد برشا ثم توجهات إلى لو شابيتر ولا دومين سونتي، وذاك علاش احنا بدنا حتى في لي زيميسيون تاعنا شاك فوا هوني في ديمانش بلوس ولا لي زوتر ايميسيون اللي موجودين في راديو ميد تلقاو أن نسلطوا الضوء برشا على الدومين هذا. خلينا نمشيو في ثقافة la sensibilisation، خلينا نمشيو في ثقافة l'éducation sanitaire، التثقيف الصحي حاجة من بين الأشياء المهمة اليوم، ça peut sauver des vies، ça peut éviter des dégâts، ça peut vraiment معناها تقدم بينا إلى بر الأمان. شكرا لكم على الاستماع، تفاعلوا معنا، نرجع لكم.